البحث العلمي يحتاج إلى مرونة. ففي البداية لم تنتج الجامعة إلا البحوث الفردية اللي لأعضائها التدريس، لكن بعد ذلك تطورت. لما تطورت الجامعة تطورت الإدارة، بدأت البحوث التطبيقية، البحوث التطبيقية. البحث العلمي يحتاج إلى فريق بحثي، يحتاج إلى رئيس الفريق، ويحتاج إلى من يساعد في البحث، يسمون مساعدين باحثين، بالإضافة إلى الباحث الرئيس وباحثين مشاركين. وهو في الواقع في الغالب يكون فريق علمي، ليس فقط شخص واحد يقوم بالبحث، إلا ما ندر. فكانت البحوث فردية، ما في بحوث يعني عملية. والسبب في ذلك أنه طبعا إدارة الجامعة أو إدارة الدولة كانت طريقة الميزانية وطريقة صرف الفلوس يعني لا تتيح المرونة التي يحتاجها البحث العلمي. معاناة الطلاب في التطبيق الميداني وتوزيع وجمع الاستبانات استمرت بصعوبتها حتى مع انتشار خدمة الهاتف ولحقها الفاكس في فترة السبعينات الميلادية، والذي مثل قفزة في مجال التبادل المعلوماتي في حال توفرت الثقة الكافية في أطراف العملية الاتصالية.